في ظل ما يحاك للعديد من الجبهات القتالية في كافة المحافظات السورية، تبقى الجبهة الجنوبية الأكثر خطراً كونها بوابة الخلاص لقربها من العاصمة دمشق وطريق الإمداد للغوطة الغربية. فلا يخفى على أحد لا سيما القادة العسكريون هنا أهمية المكان وخطورة المرحلة، فكان لابد من التجهيز القتالي والإعداد البدني لتشكيلات الجبهة الجنوبية. بسم الله الرحمن الرحيم. تم بعون الله تعالى تخريج دورة عقائديا وعسكريا، وتم تدريبهم على القتال القريب والنظام المنظم من كافة عناصر الجبهة، وبإذن الله تعالى سترونهم قريبا على خطوط الجبهات. معسكر الإعداد القتالي والبدني لجبهة أنصار الإسلام في ريف القنيطرة أحد أهم المعسكرات التي تخرج مئات المقاتلين في دوراتها، والتي تغطي مساحات واسعة من نقاط الرصد والاشتباك في عدة جبهات، لا سيما جبهة مسحرة والحميدية، والتي تعد من أسخن الجبهات في ريف القنيطرة المحرر. نحن في جبهة أنصار الإسلام نقوم بدورات تدريبية مستمرة ومتتالية، نقوم بتدريب العناصر من جبهة أنصار الإسلام على السلاح الخفيف والمتوسط والثقيل بالذخائر الحية والقتال القريب ودروس التكتيك وحتى النظام المنظم، وبإذن الله ستتخرج الدفعة اليوم وستأخذ أماكنها على خطوط الجبهات. يتلقى المقاتلون في معسكر الإعداد هذا دروسا في اللياقة البدنية وتدريبا مكثفا على أنواع السلاح وصنوفه، كما ويتم العمل على إعداد المقاتل عقائديا وأخلاقيا للتمسك بثوابت الثورة وأهدافها. من هنا ومن تشكيلات الجبهة الجنوبية يتم العمل على إعداد وتخريج أكبر دفعة عسكرية قتالية لجبهة أنصار الإسلام. مقاتلون يتم تدريبهم على كافة أنواع السلاح وصنوفه. لأورينت نيوز، فادي الأصمعي، ريف القنيطرة.